مجددا مرحبا بكم. في جلسة سرية بمجلس الشورى مع وزير الخدمة المدنية أفصح عن عدد مهول لنسبة توظيف المرأة السعودية تمثل 37% من الوظائف الحكومية، مشيرا إلى الرقم المرتفع مقارنة بحداثة دخولها لسوق العمل، فيما ينتقد آخرون تدني عمل المرأة السعودية لأقل من هذا الرقم. معي للحديث والنقاش حول هذا الموضوع الناشط في حقوق الإنسان الأستاذ عقل الباهلي والكاتبة في صحيفة الكاتبة الاقتصادية في صحيفة الشرق الأستاذ ريم أسعد. أهلا بك أستاذ عقل. مرحبا. نبدأ ربما من تصريح وزير الخدمة المدنية الأخير. لماذا تبقى فرص عمل المرأة متدنية إلى هذه الدرجة بأقل من 40% حتى الآن برأيك؟ يعني مشكلة التصريحات أنه يعني كل جهة تصرح في واقع موجود معها. لو طلع تصريح، يعني لو طلع الرقم أو التصريح عادة يعني عليه مآخذ، وجدت نفس الجهة المصرحة أو الشخص اللي صرح تبرر بأنه يعطيك أشياء، يقول مثلا هذه غير محسوبة في التصريح أو هذه تحسب في التصريح لكن لا تحسب في الواقع. ما عندنا الحقيقة يعني نهج إعلامي رسمي يقول الأشياء، بالذات في مسألة التوظيف وقطاع المشاريع مثلا. ما عندنا شفافية إطلاقا، يعني لذلك تجد مثلا كثير من القضايا اللي يناقشها الإعلام يناقشها الصحف ما فيها رؤية تبلورت. خذ مثلا الخريجين والتوظيف بس الآن. ليش أستاذ عقل؟ يعني اللي فرضها واقع المجتمع تجاه ثقافة العمل، ولا فرضتها العادات والتقاليد؟ وش اللي فرض الشيء؟ أولا فيه بالنسبة لتوظيف المرأة يعني تحديدا هناك يعني أزمة ثقة في المرأة. إذا كان يعني الجميع أزمة ثقة في المرأة نفسها، نعم، من قبل يعني كثير من الجهات، من قبل المجتمع، إيه، من قبل جزء من المجتمع جزء على الأقل بالضبط. يعني يقول بأنه أي مثلا لما يقول لك أي خروج للمرأة للعمل هو مفسدة، هذه مشكلة يعني في حد ذاتها. لكن هذا أيضا ليس المانع. طبعا الآن مثلا خذ على سبيل المثال لما جو في عمل توظيفها في المحلات بيع المستلزمات النسائية، بالرغم من كل الاحتياطات وتوقيع الاتفاقيات، ويعني فيه تردد هائل وفيه مصاعب وفيه قصص خوف، فيه يعني ما عندنا قصة أين الاختلاط أين الخلوة فيه. يعني الحين مثلا تشوف فيه حدة في مسألة الاختلاط لما يجي العمل على صعيد التجارة والمحلات، ولا طيب في نفس الوضع يعني هذه انكسرت في المستشفيات بحكم أنها اللي يشتغلون في المستشفيات يعني كانوا أول طبيبات ممرضات، بس يعني لأن الناس اعتادوا هذا النوع من العلاقة ما عاد أحد أصلا يشير، ولا عاد في حتى قليل جدا من الآباء الآن اللي يعني يعتقد في كثير، يعني فيه نسبة يقول بأنه يفضل أن تعمل بنته في مكان يعني لا تختلط إطلاقا في الرجال. لكن الاختلاط بحد ذاته الآن في المستشفيات في المدارس في المعارض مثلا، يعني هذه القصة الآن تربك لا المخطط ولا المفكر ولا الباحث. يعني أنت لو لاحظت آخر اجتماع بين وزير العمل والاتفاقية يعني كأننا نبي نسوي ناسا مع جهة وجهة، أي اتفاقية بين الهيئات وبين وزارة العمل على نوع من الخطة يعني أنا أعتقد أنه إن استمرينا بهذا التوجس الهائل والخوف الهائل وخلق يعني ظروف تحجب تمنع المرأة، وبالتأكيد لا نستطيع التوظيف. الحكومة تريد القول أستاذ عقل أنه الرفض الاجتماعي لدينا أحبط كثير من الخطط
لا الرفض الاجتماعي مش صحيح. الناس البنات كلهم بيشتغلون الآن، قل لهم أي مكان بيشتغلون. يعني في الآن بقى العاطلات عن العمل، الظروف تغيرت الآن، البيوت ملأة بالخريجات من الجامعات ومصاريف الآن هائلة، وليس كل الآباء قادرين على الصرف، وبالتالي حتى اللي ما مقتنعين بأن البنت تشتغل في سوق أو في شيء ورفضوا المدارس قبل ورفضوا حتى الضغط المادي وبعد فترة. الضغط المادي والضغط النفسي، لأنه كمان إذا قعدت في البيت هذا شيء كمان مخيف، لأنه بنت متعلمة ودخلت النت، يعني مش عملية بس إنها تروح تشتغل فقط عشان تجيب فلوس، لا تروح تشتغل حتى يعني يخف الضغوط عليها، وبالتالي تبدأ جزء من المجتمع الطبيعي. جي تنضم إلينا الكاتبة الاقتصادية في صحيفة الشرق السيدة ريم أسعد. سيدة ريم، إلى أي مدى يمكن للمرأة السعودية الاندماج في سوق العمل؟ ما التحديات التي تواجهها المرأة برأيك؟ السلام عليكم، أحييك شمال وأحيي ضيف البرنامج. أول شيء من المهم جدا نرجع شوية إلى الوراء، فترة التسعينات لحد فترة التسعينات، يعني ما بنتكلم على عقدين على ثلاثة أو أربع عقود من الزمن، نتكلم إلين التسعينات كان ما زال عمل المرأة يعني محصور في نطاقات ضعيفة جدا جدا، وإلى حد ما لا يزال الآن محصور في نطاقات ولكنه بدأ في توسع. فمن المهم جدا إدراك أنه الجيل العامل الآن في مختلف القطاعات جيل جديد، أول شيء غير الجيل حق اللي هو نشأ في السبعينات وفي الثمانينات وفي الستينات، فهذول الجيل وعوا الآن أنه هي تخرجت من الثانوية ومن الجامعة والمسار الطبيعي لها أن تعمل. لو ترجع للتسعينات والثمانينات والحقبات الزمنية اللي قبل كده كان العمل لا يزال شيء اختياري. أنا من زمان في كتاباتي كلها كنت أركز على أن الحاجة الاقتصادية زي ما تفضل الضيف هي اللي حتحدد مسار المجتمع من حيث نظرته للمرأة ومن حيث مساهمتها في الاقتصاد. الحاجة الاقتصادية سواء كانت العوز أو الفقر أو الرغبة في تطوير مستوى الحياة هو هذه العوامل الأساسية وليس العكس. لا تزال العوائق المجتمعية لا تزال هي المسبب الأول لدخول المرأة لعديد من القطاعات وينظر لها نظرة يعني إلى حد ما استغرابية، لكن هذا التيار في اضمحلال الآن. يعني طغت الآن الحاجة الاقتصادية والنظرة الواقعية والرغبة في الارتفاع بمستوى الرفاهية في الحياة، نعم، أصبحت الآن لها أولوية على القيم الاجتماعية التي تحتاج والتي كانت تمنع المرأة من المساهمة في الاقتصاد. جي. النقطة الأخيرة اللي بس أحب أعقد فيها في هذه الفقرة، خلينا نسمعها بعد الفاصل إذا سمحتي سيدة ريم، بس نطلع فاصل ونرجع إذا سمحتي. أهلا بكم. حديثنا قبل الفاصل كان عن فرص عمل المرأة. سيدة ريم أنت معنا على الهواء أم لا؟ معكم. نعم تفضلي، كنت تتحدثين عن ربما واقع عمل المرأة، تفضلي. كنت أقول أن الحاجة الاقتصادية هي تتفرض نفسها لأنها أقوى من الحاجات المجتمعية. يعني باختصار نظريتي أنا المتواضعة أن الاقتصاد هو الذي يحدد حاجة المجتمع في أمور كثيرة، والمرأة وعملها ومساهمتها في الاقتصاد ليست باستثناء من هذه القاعدة، وإلا ما كنا وجدنا هذا الكم الهائل من الأمهات والأرامل والمطلقات والسيدات حتى اللي هم لسنا بحاجة مادية مباشرة يلتحقنا بسوق العمل بل ويتممنا تعليمهن على أساس أنه يكون عندهم طموحات في الكاريرة أو طموحات مهنية فيما بعد. هذه كلها دلائل ومؤشرات بأن العمل أساساً والإنتاجية هي حاجة إنسانية وبشرية وفكرية وبدنية قبل أن تكون شيء آخر. أعطي ذلك اقتصادياً الدنيا ما عادت تسمح أنه يكون في رب أسرة واحد هو المتكفل بالدخل. أنا بس بذهب للجانب الاقتصادي إذا سمحتي لي قليلاً.
البعض يتحدث أنه هياكلنا الإنتاجية الاقتصادية لازالت هشة حتى الآن مع عدم مشاركة المرأة ودخولها بقوة لسوق العمل، هل تتفقين مع هذه الرؤية؟ ما فهمت الرؤية، إيش قصدك أنه هياكلنا الاقتصادية هشة ما لم تدخل المرأة سوق العمل؟ نعم. هو طبعا هذا اللي أنا كنت بقوله، أنه لا يكفي أنه يكون رب الأسرة هو الوحيد الذي ينفق على الأسرة اليوم، ببساطة لأنه أنت عندك بتضخم لا تقل عن 6% سنويا، هذا في أحسن الأحوال، وعندك أيضا قطاعات لم تدخل في احتساب التضخم. هذا طبعا نتكلم على الأساسيات، لا نتكلم على الكماليات من سفر إلى ترفيه إلى غيره. فهذه كلها أصبحت الأمور من ضروريات الحياة، من ضروريات الحياة الحديثة. الآن أنا لا أناقش هنا إن كانت هذه الأمور مدى صحتها أو خطأها، هذا ليس موضوعنا، موضوعنا أنها أصبحت من ضرورات الحياة، ونحن اليوم في 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 عالم واحد. طيب. وأجيالنا لن تحتمل إنه التقدير لمجرد إنه أمه لا تعمل أو أخته لا تعمل. جي. أو إنه هو ملزم أن ينفق على أمه وعلى أخته وهم قاعدين مثلا 5-6 في البيت عالة عليه. طيب أستاذ عقل، إذا لم هل تعتقد بالفعل أنت من خلال نشاطك الحقوقي أنه والله فرص العمل الموجودة حاليا للمرأة كافية، تفي بالمتطلبات، توفر الأساسيات والاحتياجات المطلوبة؟ أنا أذكر أني كنت أقرأ تقرير قبل فترة عن فقر النساء في السعودية وكان لافت جدا. هل بالفعل نمتلك هذه القاعدة حتى الآن أم لا؟ لا، قاعدة الوظائف لا طبعا، واضح أنه المشكلة العمل يعني، والمشكلة دائما الحلول حينما تأتي متأخرة، أي حلول يكون الكم المتراكم متضاعف، بالتالي أي حل، الحل تكون صعبة، الحل دائما يكون يقطع 20% من المشكلة، وبالتالي دائما هذا التصاعد. أنا أستغرب في الناس الآن، المملكة العربية السعودية في 17 جامعة وعندها مبتعثين سيأتون من فيهم بنات، والجامعات الآن يعني في جامعة نورة لحالها، هذه دولة لحالها في الخريجات يعني. والجامعات الأخرى كلها، جامعة الملك سعود عندها يعني كليات بنات شبيهة بجامعة نورة. طيب هذا المجتمع، هذا صناعة القرار، هذا الكم الهائل اللي أكثر من الخريجين الشباب والمطروح لعملهم جزء في التدريس وهو موازي إذا قلنا للأولاد، لكن الجزء الآخر ما عندهم، ما عدا الطب يعني، ما عندهم إلا العمل يعني في مستوصفات أو في شيء يعني محدود أو في الأسواق. طيب هذا الإنتاج، الخريجات الهائلات، وين يعني، هل المفكر الآن والمخطط عند الصورة يقولها للناس هذول وين بيروحون؟ هل يقولون لنا طيب إذا عندهم رؤية؟ أما بس وضع الناس في سد أنه هذا ما يقبلها المجتمع، هذا الحجة غير صحيحة. لأنه قل الحين، خلي أنا أعتقد الدولة إذا ما تعطي 50% 40% من وظائف الوزارات تحديدا للمرأة بشكل منفصل، خلي الآن خلي أي وزارة يعني، يجيها الحين بعض الجهات تعلن إنها أسست قسم نسائي كأنها يعني سوت تحت باب الجنة شيء عظيم يعني. هذا النساء هم لهم نصف هالبلد. طيب وش الحلول؟ وظائف مثل ما يأخذون الرجال. وش الحلول اللي نتوقعها مستقبلا اللي تقرأها أنت؟ الحلول يفتح في كل الأجهزة الحكومية يعني بما معدله، إذا يعني قلنا بالقليل لازم يصلون في الوزارات في الأجهزة الحكومية لازم يصلون 30% في الوزارة، وفي كل وزارة وفي كل بلدية في أقصى قرية فيها قسم نسائي، حتى إذا كانوا يوظفونهم، حتى تكون الوظائف على الأقل إذا ما قلنا 50% طبعا يعني. بس أنا أعتقد أنه في خلل ما في الذهنية الرجل يعني، لم يستقر قرار المنظم في العمل هنا إلى أنه المرأة هي لها حق في العمل مثل، لا يزالون يعتقدون التفضل، العمل اللي يعطى للمرأة نعم. هو يعني تفضل، احنا نحل مشكلة يا أخي، هذول مواطنات لهم حق في هذا البلد، كل وحدة توازي رجل. الأستاذ عقل الباهلي الناشط في حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك، كنت أود أن أسمع رأيك عن الحلول
سيدة ريم، لكن للأسف وقت انتهى الكاتبة الاقتصادية في صحيفة الشرق. ختام حلقتنا، إلى اللقاء.